سنتوجه الآن إلى جبال أراكان لتصوير الظاهرة الفيزياوية تابعونا. وصلنا المنطقة اللي توجهنا لها، وطالما بحثنا عنها اكتشفنا قبل كنو وصورنا فيديو. اليوم زرنا نفس المنطقة لغرض تصويرها بشكل أفضل وأدق مما صورناه قبل كنو. نحن الآن فوق جبال أراكات، هنا منحدر. هذه المنطقة هي المنطقة اللي كنا نتحدث عنه، اللي يقولون عنه انه خالي من المجال المغناطيسي. هذا قضبان وضعناه للتوضيح اكثر. ارض مستوية يرتفع تدريجيا. هذه المنطقة التي انا واقف عليها مستوية لكن مرتفع تدريجيا. الآن سأركب السيارة وأضع محرك السرعة على النشرة ونشاهد كيف تتحرك السيارة للخير. نحن على المنحدر في الشهر. الآن محرك سرعة السيارة على وضع باركينج في، لاحظوا. والآن للخلف، وها الآن على وضعية N natural، يعني السيارة محرك السرعة على وضعية بوش، لكني ضاغط فرامل السيارة لكي لا تتحرك. الآن رفعت رجلي من الفرامل، محرك السرعة على وضع natural. سأترجع من السيارة وأشاهد ماذا سيحدث. طبعاً عائلتي بالسيارة خافوا لو روحنا وقع بالوادي، مجازفة على خاطر متابعينا الأعزاء حتى تعرفون إيش قد نحبكم ونعزكم. هذه ظاهرة موجودة فوق جبال أراكات. اللي يريد يحب يزور هذه المنطقة خليه يتصل بينا، وإحنا برحاب الصدر نصطحبه. عندكم مجال لغاية منتصف أو نهاية الشهر العاشر. لو وصلتم أرمينيا بإمكانكم الاتصال بنا لنصطحبكم إلى هذه المنطقة، وخصوصا الناس الأشخاص نقول المعنيين بالفيزياء. عن جد إذا يحب يستطلع المنطقة يكون دراسة عنها خليه يتصل بنا، لأن بعد الشهر العاشر مستحيل نقدر نوصل هذه المنطقة بسبب كثرة تساقط الثلوج، ولذلك عندكم أمامكم تقريبا شهر، شهر وكم يوم، ويعتمد إذا ثلوج تأخرت تساقطها فأيضا نقدر نصطحبكم. راح نكرر العملية مو بالسيارة، راح نخلي الكرة بالأرض ونشوف شو راح تصير. شاهدوا أمامنا منحدر، هذا المرتفع، شاهدوا المرتفع ما بها أي غش، العملية فيزيائية الصرف. صراحة أنا تحليله ما أعرف إيش التحليل، فإحنا علينا أن ننقل لكم هذه الطاقة. هسه عندنا هذه الكرة، هذه كانت التجربة بالكرة.
حطينا بطل مي. اعتقد واضح السيارة على مرتفع. ما هتبي التدحرج باتجاه الأعلى. جيب البطل ماسيس، صب مي على القاع، افتح القفص. هذا طبعا ابني تعرف عليه ابني ماسيس. صب المي، يجري الماء باتجاه الأعلى. هذا ما اقدر اوضح لكم اكثر مره ثانيه ان تثقل بهذه الظاهره، ولو اكو ناس متخصصين ادعوهم لزياره هذه المنطقه. ارجو الان الانتباه اكثر. الان ساترك السياره على وضع عين. هذا بقعه الماء اللي اجرينا التجربه بها قبل قليل. الوضع N والسرعة تتسارع، ما زلنا على وضعية الـ N. الآن بدأ المنحدر، هذا هو منحدر. بعد رجعت الأمور طبيعية وإحنا نسوق سيارة على وضع D. وبهذا أنهي التقرير لهذا اليوم. أأمل أن أكون قد وفقت بتوضيحها أكثر من التقرير السابق أو أكثر من الفيديو السابق. كان معكم هايك دانيال من أرارات للسياحة.